اذكر يا إنسان أنك من التراب وإلى التراب تعود. يبتدئ هذا الزمن يوم أربعاء الرماد، وهو زمن استعداد لعيد الفصح المجيد، زمن توبة ورجوع إلى الله. فاللون البنفسجي هو اللون الطقسي السائد في هذا الزمن. وكسائر الكنائس في المملكة، احتفلت كنيسة القديس جورج الشهيد اللاتين إربد بقداس أربعاء الرماد بحضور عدد من المؤمنين، حيث ترأس قدس الآب فراس عريض القداس الاحتفالي. تطرق الآب عريض في عظته إلى زمن الصوم ودعوته للصلاة والتوبة والتركيز على الأعمال الروحية، وأن رسالة وهدف الصوم هو الصدقة والإحساس بالآخر ومشاركة الغير أعمال المحبة. وتم خلال القداس وضع الرماد على رؤوس المؤمنين المشاركين، حيث يستعين الكاهن بآية من الكتاب المقدس تقرن الرماد بالتراب فيقول: اذكر يا إنسان أنك تراب وإلى التراب تعود. فعلى مثال أهل نينوى الذين تابوا إلى الله بالمسح والرماد، تذكر الكنيسة اليوم، وهو اليوم الأول من الصيام المقدس، بقرار الموت الذي صدر علينا بسبب خطيئة آدم، فتحرضنا على التوبة والتكفير بوضع الرماد على رؤوسنا.